الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة 25 من برنامج الراحمون، والتي نتكلم فيها عن رحمة الهداية، عن هداية الله تعالى للمخلوقات كمظهر من مظاهر رحمة الله جل وعلا، وكنعمة من نعم الله تعالى التي أنعم بها علينا. وقد قال الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، حين قال له قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداية الله للمخلوقات موضوع هذه الحلقة. نرحب بضيف هذا البرنامج فضل الشيخ محمد أحمد حزم، مرحبا بك. الله يبارك فيك، الله يسلمك. فضل الشيخ، هداية الله تعالى للمخلوقات موضوع حقيقي يحتاج أن نتأمل فيه وأن يتأمل فيه الإنسان. مظاهر هداية الله تعالى لمخلوقاته، الحيوان، الإنسان، الأشجار، النبات، غيرها. نبدأ بعالم الحيوان ومظاهر هداية الله تعالى فيه. نعم، هاي الآية اللي انت قريتها، قال تعالى، قال حتى حوار فرعون مع موسى، قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني معنى الآية ربنا أعطى كل شيء خلقه، أداه البصيرة والسر، بيحفظ به نفسه ويحفظ به جناه. يسأل الحيوانات دي، الغنم، الإبل، البقر، ما عندها مخ عشان زي بني آدم كده، لكن بس ربنا أداها مخين، قال لي كيف تحفظ نفسها من الأخطار وكيف تحفظ جناها من الأخطار. كل حيوان، كل مخلوق ربنا أداه الاثنين ديلا. بني آدم طبعا أداه العقل وأداه حكاية يحفظ نفسه. وهسه لم تتمعن في الحيوانات دي في حنية اللي جناها. الغنم هاي دول ما تلد تحس إنها دار تلد، تجيب يا ترقد في الواطة عشان الجني يمارك، يا تجيب على حيلة الجني يمارك. أول ما الجني مارك أول حي تسوي شنو؟ الغنماي دي تقبل على جنات تلحس لنا خرينه، مع إن الجني ده الغنماي بتاكل الأغزار والحاجات الكعبي، لكن لما يطلع الجني من بطنه مليان الأوساخ بتاع البطن تلحس بخشمه بلسانه، تلحس نخلين دي الخشومة عشان يتنفس. سبحان الله، بعد ما لحسته انها تنفس حد باك تلحس باقي يسمى كده تطهر وتنظف، هاي تنظفه تلحس الوساخ دي كلها تاكلها، مع انه ما بتاكل الحية الكعبي، لكن الشيء طالع من بطنه ده جناها ده تهتني به. بعدين شويتين الجنه ده يقوم يقع، يقوم ما بيمشي كده ولا يمشي كده، يقوم يكس الشطر يجي تحال. قال له في غذاك في الشطر ده منه؟ ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. يقوم طوال يرضع. الغنم مرات تدي غنماي والدي والدي، لما يفتح الزريب السخلاني جارات على امهات، كل واحده لما يجيها جناها تشم وين؟ ما بتشم راس، تشم الدبر بتاعه. عجيب. الغنم تشم دبر. لقيته جناها تخليه يرضع، لقيته مجال تنطح. طوال تنطح ترفضه. سبحان الله، تعليم بحاسة الشم، بحاسية الشم، ما هو واحد يختلط ولده مع ولده، ولكن بس تعرف تشم اليوم في دوره كي تسمى له خلاص جناه. حكمة بالغة، وتحرز جناها ده وتدافع منه. الجداد اللي طبعا البطر لسه اتطور وعملوا الزريبة كده، الجداد البطر تبيض، لما تيجي خلاص تبيض تبيض تحضن في الركن في الزاوية، تقوم بيضة توصل 10 بيضات تقعد تحضنه. شوف الجداد دي ما بتتوقف الاكل طالما الضو فيه. أصعب البطر ده والعلو لما طول الليل ياكل، لكن الجداد اللي لما تيجي تحضن ما بتاكل، تفضل راقده في جناها ده من الصباح لغايه العصير يا برشيم هي تطلع، ما تدخل تقوم تقطع من جناها، تجري جاي تجري جاي تجري، تلقى اي حاجه تاكلها بسرعه بتاعت 3 دقائق وترجع ثاني ترقد فوق بيضه، ما بتغيب عنه. طوال لما تم 21 يوم. نعم. يعني البيضه الشقه تجي السمسيه ومارق
تقول له كنت كشو قدر طبا البيض اللي شقس ويصير تجي مارقي بجنحين برجلين بعيونات بيقدم كاملة الخلية. نعم. دخل ديك ويطلع ديك جاء دا انت يطلع انت. نعم. يبقى مو ما بيسرح كده بس تقول له كنت خليك واقف كنت 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 البيضة الثانية الثالثة كل يوم تبقى بيضة. تمت يوم ثلاثة بيضات مفقعين. اليوم الثاني ما تفقع، اليوم الثالث طوال ساقت الجينات الفقع ديل بقت تلقى التاكلون. مسكت الثلاثة بيضات ديل فقعتهن، لقيت بايظات. سبحان الله. شو حكمة ربنا. نعم. لما تم اليوم الثاني ما تفقع معناته عرفت انه البيض ضبع فاسد. غير صالح. عيل طيب، ساقت تلقى تاكل جينات، وفي الوقت اللي بتربي جيناتها ممنوع اديك تخليه عليها. اول اديك ما هي على تفور كده امشي يا قليلة ادب انا عندي ولادات ما شربيهم او اتقرب علي تقطر الديك ايوه عارف تربي جنيات تربي جنيات تربي هنا انا براغب فيها لا بعد جنيات تبون كتاكيد ايوه ما شاف قبلت عليهم كده بس هي عليها تشيل تنقل تفي النقاد ثاني ثاني يجي تفي النقاد وابقى تحاربه ادير وقف نتحاري يعني كده امي اللي جمالها مما قمنا ترعان بقت تنقد فينا ما ايوه امنا اذا خلاص عرفت نحن كبرنا بعد كنا نمشي بوسط طريقتنا بطريقتنا خوالي قاموا ساقوا بعض ونسرع هي مجرد ما قبلت كدي الديك ياها جاري رقدت للديك خلاص دار تنتهي من جديد دار تنتهي من جديد الهام رباني رب سبحان الله سبحان الله هاي عجيبه كذا تشوفها وهكذا كل حيوان تتمعن فيه تجي فيه عجائب قدره الله تبارك وتعالى في جانب الاشياء التي تشكل خطر على الحيوان اي سبحان الهام رباني الهام لما يتعرف مجرد ما راى اسد او نمر او ثعلب هو اصلا ما راه في حياته يخاف منه يخاف منه يحس به ويهرب هاي في ورينا في شاشه كده الارنب حفل محور غريب كده ولد جنياته جوا يجي اول ما يجي من برا يجيب بعيد يتلفت شمال يمين ما في حركه ما بيجي جنب الجحر يجيب بعيد يتلفت شمال ما في حركه طواليه وكمان لما يمشي ما بيخلي الجحر فاتح خشمه يجيب له شويه قش يسده يجيب له بالتراب عشان اي عادي يجي ما يعرف في جنياته هنا وعشان جناته لسه صغار ما يمرقوا يعرض نفسه للخطر اول ما تلفت تلقى ما في شيء في شيء في شيء في لك زحت القيداكة وزحت التراب جنياته يجوا مارقين لما يجي مارقين ما بيمسك يرضع طولي عاد اضوها بيجاي ينط فوقه بيجاي يلعب بيجاي يحزر بيجاي ما في قول يمسك الشطر بعد ما لعب زين حتى بعد ذاك كله شوف ربنا فرحانين بالمجيء طوال كل زين مسك الشطر رضعوا بعد ما رضعوا يفا جنبه وقف في مدني دخل الجحر هداري تمشي تقوس الرزق ثاني تسوي شنو مشت كده ورا حجر رقدت لبدت هم تلفتوا من اللي مشت وين ومن اللي مشت وين اللي بلواها ما في طوال دخلوا الجحر جات مرقت من ولا الحجر جات خدت القش وقفلت ومشت تقوس ثاني قال لا سوي كده منو ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى برضه في الشاشه بتاع التلفزيون سمك في سمك طبعا بيرض يعني يربي وفي السمك يبيض وبراه بيض ويقوم السمكه دي ترعى جنبها جنيات ديل كتار زي حب الشعير يرعي جنبها اول ما حست في سمكه جاي طول تفتح خشومه كل جنيات ديل دخلوا في خشومه وقفلت خشومه فضل ماشي العدو فات فتحت خشومه ديل مرق من خشومه سبحان الله يا شوف قدره ربنا مخزن لخشومه تحت جنيات ديل نلقى الكلب احيانا تشيل اولادها بخشومه باسنانها دون ان تعضهم تنقلهم من الحر الى الزلل سبحان الله ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه طيور حينما تبني شاشه نجد تختار المكان بعنايه سبحان الله تبنيه بطريقه فنية يعني فنيه نعم يقيها من الحر او المطر او اي سبحان الله الخلف ما بتخلي عيشه مفتوح كده الهواء تخليه كده لكن تعمل له كده يكون مقبل لكده انت عشان مطر لو نزلت ما تجي تبل البيض نعم كل شيء ربنا اداه حكمه كيف يحفظ نفسه ويحفظ جناح شوف الآية دي انظر إلى عالم النحل أي سبحان كيف الله. ربنا سخر النحلة أي وتصنع تنتج العسل بهذه الطريقة سبحان الله. الغريبة عالم النمل كيف يبني جحوره أي سبحان الله دي كل شيء انت من الحيوانات دي المخلوقات دي تفكر فيها تنظر فيها تجد فيها عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى بكثرتها فصائل ما هي أمم قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم شوف الأمم تحت الزواحف أكبر زاحف التمساح تحت الورق مع السحلية الضبضة الهناية الحرميات الزواحف تحت أربع رجلين
عندها ضنب وتمشي عليه بطن. دي فصيلة الزواحف. قالوا قدر فيها حوالي 22 نوع من الزواحف دي. أشكال وألوان. النمل تلقى أشكال ألوان، تلقى نمل جراي، نمل بسيط، نمل كبار، نمل صغار. الطيور أشكال ألوان. سبحان الله، دي كلها دلالة على عظمة ربنا. الطير أحيانا تجده يعني يهاجر آلاف الكيلومترات، هاي آلاف الكيلومترات، ويعود في الموسم الآخر لنفس المقال اللي بنى فيها عشاشه دون أن يتوه. سبحان الله. نعم هاي حتى فورنا في شاشة كده صقر قطع المحيط الأطلسي من أمريكا لغاية وجه في أسبانيا. شوف المسافة. وإذا عاد سيعود لنفس المكان لن يتوه. لنفس المكان. قالوا الباخر، الباخر تبصر بسرعة 40 كيلو في الساعة ولا 50 كيلو. نعم. تقطع المسافة من أسبانيا لغاية الأمريكا الجنوبية في 14 يوم. 14 يوم ل 24 ساعة الباخر متجه لاتجاه واحد. شوف الصقر ده قطع المسافة من أمريكا المحيط الأطلس لغاية ما جه في البر. نعم نعم. سبحان الله. نخرج فضل الشيخ إلى فاصل قصير. أي. ثم نواصل الحديث في هذه الآية الإلهية التي متعة لمن تدبر فيها وتأمل. إذا فاصل أحبتي الكرام ثم نعود لمواصلة الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. مرحبا بكم مجددا أحبتنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج الراحمون، والذي نتكلم فيها عن رحمة الهداية وعن هذه الآية الربانية حيث هدى الله تعالى الخلق لما يصلحهم. نعود لفضل الشيخ أحمد عبد الحسن. قبل الفاصل تكلمنا عن هداية الله للحيوان، نريد الآن نتكلم عن هداية الله للإنسان. ماذا عن مظاهر هداية الله تعالى لعالم الإنسان؟ أي ربنا جعل في الإنسان رحمة، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة بين الأزواج. من جنس أنفسكم، ما خلق الزوجات دين من عالم تاني عشان ناس يتنافروهن، لا، من جنس أنفسكم. زي ما ربنا خلق أمنا حواء من ضلعة الشمال. بعد ذاك فلو تلت 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 علاقة كل الناس الموجودين دين منحدرين من أبونا آدم أمنا حواء، وجعل المودة والمحبة بين الأزواج، وشرع ليهم الزواج تنظيم الأسرة، زول يعرف أولاد القبائل، ناس يعرفوا بعضهم ويعيشوا في أمن وأمان وكذا. وشوف رحمة اللم بالنسبة لطفلة ده، تحن عليه وشايله 9 شهور في بطنه متحمله فرحاني. هاي شفت تتعب في الولادة، وبعد ذاك تاني تقعد الليل كله سهرانة، تربع بيجاي، تلولي بيجاي، تلحس بيجاي. اللم دي 3 سنة من ما تلد 24 ساعة، عيني على جناد، الحق اخوك داك ما يبغاش المنقل، الحق اخوك داك مشيت البلاعة، الحق اخوك داك مشي سكة العربية، شبقانة عليه. بعد 3 سنة الطفل يعرف ده منقل ودي بلاعة، حتى نهرب مية أضانة تنوم. شوف اللي دي تعبانه كيف؟ الهام رباني. ولذلك احنا ننصح الشباب اللي بيرفع صوت على امه على ابو دي، شوف فكر في امك دي كان بيسوي عليك شنو؟ شوف التعب اللي تعبته فيك شنو؟ نعم. طيب ان هدايه الله للانسان والشيخ في الطرقات. اي سبحان الله، يعني الله عز وجل قال: الذي جعل لكم الارض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. ثاني استغرب، من هو الشخص الاولي يعني سلك هذا الطريق من وسط السودان الى غربه او الى شرقه؟ من اول رجل سلك هذا الطريق؟ طريق غابات وجبال. سبحان الله. من الذي اجرى النيل من منبعه الى هدايه الله للناس الى الطرقات الى معرفه الاماكن؟ ايه ربانيه فعلا. وشوف بس امريكا دي يعني من اللي اكتشفوها ما وصلت 1000 سنة لسه. نعم. من اكتشفوا امريكا. نعم. كان طبعا يزوي عشوائي لهم مدى الحمر، عشان ماجلان يركب الباخر يمشي 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 والمحيط قطع المحيط ما عارف في شنو. ما وصل امريكا هناك سموها الدنيا الجديده. وشوف هسه بقت اكبر دوله في العالم من ناحيه الغنى ومن ناحيه السكان. كله ربنا خلق الارض دي وعارف ان امريكا دي حيجي ناس يوم يعمروها وهكذا. نعم. وشو الارض الواسعه كذا وهكذا. علينا نجعل الارض كفاه. نعم. احياء وامواتا. نعم. رب شو الارض نعيش فيها، نطلع منها الماء نشرب ونزرع ناكل منها وننوم فيها وننوم فيها ونقوم فيها ونموت وندفن فيها. نعم. هذه دلاله على عظمه. نعم. ربنا وقدره سبحانه. في الزرع
كيف هدانا الله تعالى إلى كيف نزرع وكيف نحصد وأنواع المزروعات وكيف نصنع الأطعمة. سبحان الله، إلهام رباني، إلهام رباني. أي نعم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. وأيضا عالم الصناعات الآن. أيوة، عالم الصناعات ده كمان يحيى. ربنا ألهم بني آدم ده يصنع الطيارة، أعمل كذي، سوي كذي، تركب كل حديد فلان فلاني، ركب دي تطلع لي الطيارة. العربي ما كانت العربي دي، النازل عرفوها كيف. هي يعمل كذا، يعمل كذا، يعمل كذا. اللي قالوا القطر ده اكتشفوه بشنو؟ اللي هو نحن نخط الكافيتير بتاع الشاي في النار ونغطيه. الموية لما تغلي الهناد ده مش البخار بتاع الموية يرفع القطة كاكا 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 كذي. قالوا اكتشفوا انه القطر. اي حاجة في الهناد ده اكتشفها من مخلوقات الله. الطيارة ده اكتشفها بشنو؟ من الصبر اللي بيجي نحينه يضرب الهواء، عامل الله المحركات دي تجلز الهواء والطيارة تمشي قدام. كل العربات دي عمل كل من الشر ربنا خلقه صواريخ. يبي بحتر بحتر ويجانا ما يوصل، ويا ربنا يلهمني سوي كدي اعمل كدي اعمل. ما ربنا قال خلق الانسان علمه البيان. اي علم الانسان ما لم يعلم. كل الناس دي نحن ما ننسب، نقول الناس دي الفنانين وعملوا الطيارات وعملوا العربات وعملوا الجهازات بتاع الموبايلات تسال منها تعدد البيع. ده كل الهام من ربنا وتسخير من ربنا للانسان. هاي اصل زمان الكهرباء كان موجوده وربنا خلقها، لكن الانسان ما اكتشف. كثر الناس ربنا خلق لهم الكشر الكهرباء الساعه عالم بملايين. كل ما عدد سكان العالم كثر كل ما ربنا يفتح لهم باب رزق، لانه متكفل بالارزاق. كما قالت جعل حكمه ربنا دي حبب لهم الزراعه، دي حبب لهم الصناعه، ده حبب له الطب، ده حبب له الهندسه، ده حبب له كل شيء. كل شيء ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حكمة ربنا. أسعد لما تشوف الناس الأولاد اللي بيبنوا المبنى بتاع الجامع فوق يبنوا المبنى لغاية الآخر. أنا قلت لهم لدوني 10 مليون. قالوا بس أطلع الأولاد ديل البيبن ديل بس بدي إيدك سلم عليهم تعال النادي. ما بقدر 10 مليون. نعم 100 مليون ما تقدر. ربنا سخر له هذه المهنة عندهم عادي. تعالى في الاثنين المفاول يغني ويمدح ويبني. كان قاعد في الوقت لا كل شيء ربنا اداه الشيء يتناسب معه. نعم توزيع ربنا، توزيع حتى تكون في الحياه موازنه. كل منافع تكون متبادله. كل منافع ده حبب للتجاره، ده حبب للصناعه، ده حبب يكون بنا، ده حبب يكون كده، وهكذا شتى. والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرء فجعله الله. من دلائل عجائب صنع الله وقدرته. نعم. وفي الايه الاخرى والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون. بعض ما قالوا الهيئه يدخل فيها كل ما تقرا الانسان من صحيح. لسه كمان يمكن تظهر حياة تانية. نعم بعد هذا العالم الغريب برضه حتلحظ حياة أكثر يمكن. نعم ربنا ويخلق ما لا تعلمون دي مستمرة ليوم القيامة. نعم صحيح. هسه شو التليفونات دي مش كان التليفون بتاع بيدوروك زمان انت ما شفته. نعم نعم. كان يلفوا من فيه اللي كده تسخن بعدك تتكلم. نعم. هسه قام ظهر التليفون اللي هو بالزرار ده كده. نعم. هسه ثاني شفتهم ظهر الموبايل طق طق تكلم يدول في اخذ بلاد الدنيا. نعم. سبحان الله. هسه بدو يجيب له صورة بني ادم البداية تتكلم معه. ولسه ويخلق ما لا تعلمون. نعم. ودي كلها من نعم ربنا حيسالنا يوم القيامه، هل ادينا شكره ولا لا؟ هذا تعالى هنا لا تسالن يومئذ عن النعيم. لا تسالن يومئذ عن النعيم، ربنا يوم القيامه يسالنا النعمه الموبايل ده اللي بنتكلم به قرايبنا وحلحلين ومشاكل، هل ادينا شكره؟ نعم. زول مطلوب انت كلمت مع زول اخذت التليفون في اول ما قلت تقول الحمد لله. سبحان الذي سخر لنا هذا. نعم. وما كنا له مقرنين. اذا مطلوب من الانسان ان يتذكر هذه النعم، نعمة الهداية، يذكر ويشكر الله عليها. ايضا الشيخ من انواع الهداية هداية البيان، حيث ارسل الله الينا الرسل. ايوه ليخرجونا من الظلمات الى النور. النور ده فعلا دي من نعم من الله. ما تركنا عبث. صحيح. نعم. ارشدنا للطريق ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم. اي بينا طريق الله لجبين. اي نعم. وايضا من انواع الهدايه هدايه اهل الجنه الى منازلهم في الدنيا. ايوه ايضا نعمه ربانيه. نعمه من الله صحيح سبحان الله. نعم. يدخلهم الجنه عرفها عرفها لهم. ايوه لذلك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار ليختص بعضهم بعضا لمظالم كانت بينهم فإذا هزبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيدي إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. يا سلام رواه البخاري. شوف ازاي يعني أول ما قال مش تدخل كل دول عارف قصور ما يشيلك إلا ما بيطش منه واحدة يسأل أي ماذا يدل في الدنيا ساكن بيته 20 سنة يمكن يوم اللي يوم يطش يطش كيف صرف الماهية يضرب البوتجاز ما عارف الأنبوبة ما عارف شنو ما بيطش من المحطة بتاعته مرة بيفوت المحطة بعض النساء نسي الطفلة في الحافلة نعم لكن شوف الجنة إذن هذه نعم هداية ربانية تحتاج أن نشكر الله عليها شكرا لك فضيلة الشيخ محمد أحمد حسن على هذه الحلقة الممتعة شكرا الله لكم أحبتي الكرام إلى جديد الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.